عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو الفانكشنز بتاع اللينك ليست. هنشوف اللينك ليست بتشتغل ازاي من جوه. احنا اتفقنا ان اللينك ليست عباره عن ايه؟ اللينك ليست عباره عن مجموعه نودز، تمام؟ مجموعه نودز، كل نود بتشاور على بعضها، يعني كل نود بيبقى فيها كده الفاليو بتاعتها، وليكن دي واحد، تمام؟ وعندي مثلا نود تانيه كده وليكن فيها اتنين، دي بتشاور على دي. عندي مثلا نود تالته كده فيها فاليو ولتكن تلاته، ودي بتشاور على ايه؟ على دي كده. وعندي مثلا نود كمان ولتكن ايه فيها اربعة، ودي بتشاور على دي كده، تمام؟ لاحظوا ان النودز مش جنب بعض على عكس الاري. فاكرين لما كنا بنرسم الاري كنا تلقائيا بنرسمه ازاي؟ بنرسمه كده مستطيل وبنقسمه، الداتا فيه دايما جنب بعض، بيسموه كونتيجوس ميموري، تمام؟ هنا الداتا مش كونتيجوس، الداتا متوزعه في الميموري بشكل ايه؟ عشوائي. فعشان كده كل نود ما بقتش يعني خانه شايله داتا بس، لا بقت نود كامله. النود دي عباره عن النود دي عباره عن خانه فيها الداتا وبوينتر للايه؟ اللي بعدها، تمام؟ احنا المره دي هنعرف بقى الكلاس بتاع اللينكد ليست شغال ازاي او مرسوم ازاي في الميموري، تمام؟ تعال كده نجيب صفحه جديده وايه، او نرجع لصفحه قديمه نقول منها ايه معلومه وبعدين نجيب صفحه جديده، تمام؟ لو تلاحظوا دي اللينكد ليست بتاعتي، تمام؟ فانا لما اجي اعمل لينكد ليست، تمام، او لما كنت بعمل مثلا اري كنت بعمله ازاي؟ كنت بعمل اري، تمام، في خانات، تمام. طب لما اجي اعمل لينكد ليست ما اقدرش اعمل اري زي ده، تمام؟ انا لازم اعمل حاجات واربطها ببعض. الحاجات دي عباره عن ايه؟ الحاجات دي عباره عن نود. ادي دي نود اهي، دي نود ودي نود ودي نود ودي نود، تمام. فانا كلاس اللينكد ليست بتاعي او اللينكد ليست بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ نودز، تمام. هيبقى عباره عن نودز. النودز دي متوصله ازاي ببعض؟ متوصله بوينترز، فيبقى في بوينترز تو نودز، تمام، بالمنظر ده كده. طيب هل انا في كلاس اللينكد ليست هسجل كل النودز بتاعتي؟ تمام، هعرف كل النودز بتاعتي متسجله فين؟ تمام، يعني هعرف مثلا نمره 1 نمره 2 ونمره 3 ونمره 4، يعني هيبقى عندي واحده اسمها نود 1، بعدين نود 2، بعدين نود 3، بعدين نود 4، وهكذا وهكذا. هل ده ينفع؟ مبدئيا ما ينفعش، لان انا ما اعرفش انا معايا كام نود مبدئيا، تمام، ما اعرفش انا لما ابدا كده هيبقى معايا كام نود، وما اقدرش اتوقعها، تمام، وبرضه ما اقدرش اعملها عدد كبير جدا، ده حقيقي هيضيع مني ميموري، تمام. فاحنا ما بنعرفش كل النودز اللي معانا فين، بنعرف بس البدايه، نعرف بس بدايتي، بعرف بدايتي فين. يعني مثلا في الاري لما كان معايا الاري، يعني دي معلومه ليكم، يعني الاري اصلا ما بيعرفش حاجته كلها فين، الاري بيعرف اول مكان بس. شايفين كلمه اري دي؟ اري دي اصلا احنا قلناها قبل كده هي بوينتر لاول مكان، واي مكان بعد كده بيجيبه بحسبه بسيطه، بيحسب حسبه يعني بيحسب حسبه، بيشوف هو بعديه بكام مكان، وبيضرب الكام مكان دول في حجم المكان الواحد وبيزودها على الاري، فيقدر يوصل للمكان اللي بعده بسهوله، تمام. فهو اصلا بيخزن اول مكان بس، وبيقدر يجيب الاماكن اللي بعده ايه بكل سهوله. في النود احنا هنعمل كده برضو، هنسجل اول مكان. اول مكان ده ايه؟ كنا بنسميه الهيد. هنسجل الهيد بتاع الليسته بتاعتي، يعني ممكن نشيل كل ده كده ونشيل الايه ونحط الهيد بتاع الليسته بتاعتي، ويعني لاسباب اخرى هنحتاجها بعدين، تمام. لو عاوزنا نعمل امبتنشن لشيء معين، لو عاوزنا نعمل حاجه معينه، هنحتاج كمان اخر مكان، وده بنسميه التيل، تمام. اهو هيبقى معايا الهيد ومعايا التيل. طيب الهيد والتيل دول نوعهم ايه؟ هل نوعهم انت ولا نوعهم فلوت ولا تشار ولا سترينج ولا ايه؟ تمام، حد فيكم هيقول لي احنا بنشتغل تمبلتس، هقول لك ماشي عظيم احنا بنشتغل تمبلتس، بس هل دول اصلا يعني نوعهم primitive type؟ يعني هل في عندي نوع primitive type بيشيل داتا وبيشيل pointer؟ هل في عندي النوع ده متخزن عندي في ال C++؟ هقول لك لا، النوع ده مش عندي، النوع ده لازم انا اللي اعمله. فالحاجات دي هتبقى من نوع نود، تمام. النود دي بكل بساطه ده كلاس، تمام، اهو كلاس النود. هيشيل ايه؟ هيشيل حاجتين، هيشيل التايب بتاع الداتا، اهو التايب بتاع الداتا، التايب بتاع ايا كان التايب، يعني سواء string سواء int float char double ايا كان اللي هو هنسميه الداتا، تمام، او نسميه الفاليو ايا كان. وهيشيل بوينتر، تمام، هيشيل بوينتر لايه؟ يعني البوينتر ده بيشاور على ايه؟ لاحظ ان هو بيشاور على نود تاني، والنود التانية بتشاور على نود تالتة، وهكذا. فهيشيل بوينتر تو نود، تمام، هنسميه next. يعني من دلوقتي كده دي بقى اسمها ايه؟ النود بتاعتي، وده بقى اسمها النكست بتاعها، تمام، والنكست بتاعها والنكست بتاعها، تمام. فده كلاس النودز بكل بساطه. تعالى كده نجيب ورقه جديده نكتبه على نظافه. انا معايا اهو كلاس النود، تمام، كلاس النود شكله عامل زي النود نفسها، شكلها عامل زي النود نفسها، شكلها عامل كده، تمام، متقسمه قسمين، ده فيه الداتا
وده في وده الايه النكست بتاعي. الداتا دي مثلا ولنكن احنا مثلا شغالين انت، فالداتا دي هتبقى 5 مثلا، تمام. والنكست ده بوينتر، بوينتر اللي بعديه. فانا كده معايا ايه؟ معايا مثلا في نفترض ان انا معايا انت داتا، اوكي، ومعايا بوينتر اللي بعديه. اللي بعديه قلنا هيبقى ايه؟ هيبقى نود. فانا معايا بوينتر تو نود، نكتب كده نود نجمه ونقول ايه نيكست، تمام. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا عرفنا الداتا كده، محتاجين نعرف كونستراكتورز، تمام. محتاجين نعرف كونستراكتورز. الكونستراكتورز عندنا هيبقوا ايه؟ انا عندي 2 كونستراكتورز، يا اما كونستراكتور هتاخد مني داتا عشان اعرف نود بداتا زي اللي متعرفه دي، او كونستراكتور مش هتاخد مني نود بداتا، هتعرف لي ايه النود بفاضيه كده او بداتا ديفولت مثلا، ايا كان، تمام. تمام، فتعالى نشوف كده دي بتتعمل ازاي. بكل بساطه هنعرف ايه كونستراكتور اسمها نود، تمام. واحده ما بتاخدش حاجه والتانية نود اهي، بس بتاخد ايه؟ بتاخد انت مثلا، يعني عشان شغال انت، تمام. انت وليكن اسمه value اهو، اوكي. دي هتشتغل ازاي؟ دي ما بتعرفش اي حاجه، هتعرف لي الارقام بداتا ديفولت. فدي هتقول لي ان الداتا بتاعتي داتا ديفولت هتساوي مثلا 0، والنكست هيساوي ايه؟ هنشوف دلوقتي. طب ودي؟ دي هتعرف لي الداتا بتاعتي بالفاليو اللي داخلالي، تمام. والنكست هيبقى نفس اللي فوقيه، اللي فوقيه بكام؟ هنشوف برضه. دلوقتي انا دلوقتي معايا نود كده، معايا نود اهو في وسط الميموري، دي كلها ميموري، تمام، فيها شويه حاجات كده، وانا معايا نود. النود دي مثلا فلنفترض ان جواها رقم 7 مثلا، وادي النكست بتاعه مبدئيا كده. هل النود دي لما اعملها بتشاور على حاجه؟ يعني هل في اصلا مكان اقدر احط ان النود تشاور عليه على طول كده؟ لا، انا عايزها تشاور على اللا شيء، ما تشاورش على اي حاجه. اللا شيء ده بنعرفه بنل، تمام، نل. فانا هقول له ان انا لما اجي اعمل نود جديده انا عايزها تلقائيا ما تشاورش على اي حاجه، وانا بعد كده هخليها تشاور على حاجات مني لنفسي. هقول لها انا انت مثلا مكانك هنا، فانا عايزك تشاور على كذا. انا انت مثلا مكانك هنا، فانا عايزك تشاور على كذا. انت مكانك في الاول فتشاور على مش عارف ايه، مكانك في الاخر فتشاور على مش عارف ايه، تمام. فانا دايما كده في الكونستراكتور بتاعت النود انا بعرف ايه؟ بعرف الداتا، بحطها بقيمه سواء كانت قيمه ديفولت او قيمه انا اللي باخدها، تمام. والنكست تعب ايه؟ بنل. طب هل النود بيتعمل لها فانكشنز على واحده؟ لا، النود ما بتعملش عليها فانكشنز. كل الفانكشنز بتتعمل بتبقى على اللينكد ليست نفسها. اللينكد ليست هي اللي بتلعب في النودز وتحركها وتوديها وتجيبها، تمام. وده اللي هنشوفه كمان شويه، تمام. يلا بينا نشوف كده. دلوقتي معانا كلاس ايه؟ معانا كلاس اللينكد ليست. اللينكد ليست، لينكد ليست عامل ازاي؟ اللينكد ليست قلنا بتتكون من مجموعه نودز، اللي هو ادي نود، تمام، بتشاور على نود اخرى، بتشاور على نود اخرى، تمام، بتشاور على ايه؟ اخر نود دي. فنفترض ان دي اخر نود في الايه، في اللينك ليست بتاعتي، فدي اخر واحده بتشاور على ايه؟ بتشاور على نل، بتشاور على حاجه. يعني انا مش عايز اشاور على حاجه اصلا، ان انا لو شاورت على حاجه ممكن تبوظ لي الدنيا، ما ينفعش تشاور على حاجه. يعني تخيل كده انت معاك فايل، تمام، عامل فايل لكل ماده مثلا، ففايل مثلا ال data structure فيه ملفات data structure، فايل ال مثلا الاركي فيه ملفات الاركي، فايل الاي اي فيه ملفات الاي اي. تخيل لو فايل فيهم فتح على فايل تاني، تخيل، ما ينفعش. فانت عايز كل فايل مقفول على نفسه، ما بيفتحش على حاجه تانيه، ما فيهوش شورت كات لحاجه تانيه. فاحنا اللاشيء ده بنمثله بايه؟ بنل، عشان ما ينفعش نلغي اللينك بتاع اخر واحده، بس ممكن اخليه يشاور على النل عادي، تمام. فقلنا اللينكد ليست تبقى بالمنظر ده، وقلنا ان احنا بنحتفظ بالايه؟ بالهيد بتاعي اللي هو اول عنصر، تمام، الهيد، وبنحتفظ بالايه؟ بالتيل، تمام. فانا لو جيت اعمل كلاس اللينكد ليست، ادي اللينكد ليست بتاعتي، تمام، هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها بوينترز 2، واحد فيهم هيد، واحد فيهم ايه؟ تيل، نفس الكلام، تمام. وهيبقى فيها نفس الحاجة اللي كنا بنحطها في كل كلاس من الكلاسات اللي فاتت، اللي هو الستاك والكيو والفيكتور، اللي هو كان ايه؟ اللي هو السايز، السايز او كنا بنقول عليه اللينك، تمام. تمام، ده بيبقى انت عادي، تمام. ليه السايز؟ السايز ده عشان اعرف انا معايا كام نود، تمام. انا معايا مثلا هنا 3 نودز، فالسايز 3، لو زودت هيبقى 4، زودت واحدة كمان يبقى 5، وهكذا. طب ما معيش خالص هيبقى بصفر. طيب حد هيسألني، انا ليه ما معيش كاباسيتي زي ما كان معايا في الايه كلاسز اللي فاتت؟ انا ليه معايا السايز بس؟ يعني انا ليه مثلا عارف انا معايا كام اليمنت بس ما معيش الحجم الكلي؟ اقول لك ان هنا مفيش حجم كلي، انا يعني هنا بكبر على قد ما انا بحتاج، تمام. كل ما احتاج زياده اروح حاطط اليمنت زياده بس.
انما هناك مثلا في الاريز لا، في الاريز كان عندنا ان انا بحجز مساحه معينه تمام، والمساحه دي بقعد املى فيها لحد ما تخلص، ولما تخلص بعملها اكسباند وكده، مفيش هنا الكلام ده خالص تمام. هناك كنا بنحجز مساحات، لان انا دايما لازم احجز مساحه جنب بعض، ولما المساحه اللي جنب بعض تخلص لازم انقل في مساحات تانيه تبقى جنب بعض برضو تمام، مساحه اكبر جنب بعض. هنا مفيش الكلام ده، هنا انا معايا الميموري كلها، بلعب في الميموري كلها، كل ما اعوز مساحه جديده بشوف اي مكان فاضي في الميموري وارزع فيه الايه اللي انا عايزه تمام. تمام طيب عظيم جدا، دي كده الايه اللينك ليست عندنا، دي كده الفاريبلز اللي هيبقوا فيه تمام. عايزين دلوقتي نعرف ال سوري ما نعرف الفانكشنز اللي هيبقوا فيها تمام. الفانكشنز اللي هيبقوا فيها اول حاجه فيها كونستراكتور تمام، كونستراكتور اهي تمام، هيبقى فيها كونستراكتور واحده ما بتاخدش اي حاجه تمام. كونستراكتور واحده دي بتعرف لي اللينكد ليست مبدئيا هتبقى عامله ازاي تمام. نظرا للحاجات اللي انت شايفها قدامك دي، ان اللينكد ليست فيها هيد وفيها تيل وفيها سايز تمام، لما اعرف الكونستراكتور يعني اللينكد ليست فاضيه او اول مره او اللينكد ليست لسه هتعملها، هيبقى السايز بتاعها بكام؟ السايز بتاعها هيبقى ايه؟ بزيرو، ما فيهوش اي حاجه تمام. طيب تخيل معايا لينكد ليست فاضيه اهي، دي لينكد ليست فاضيه اللي انت شايفها قدامك دي اللي انا بشاور عليها، دي لينكد ليست فاضيه تمام، ففيها المفروض ان فيها هيد تمام، وفيها المفروض ان فيها ايه تيل. الهيد والتيل دول بيشاوروا على ايه في لينكد ليست فاضيه؟ زي ما قلنا كده ما ينفعش خليهم يشاوروا على حاجه، فهيشاوروا على ايه؟ على لا شيء، هيشاوروا على نل تمام. فاذا نقول له ان الهيد بيشاور على نل تمام، والتيل بيشاور على ايه؟ نل تمام. دي كده كونستراكتور الايه اللينكد ليست تمام. احنا في اللينكد ليست هنعمل على حسب اللاب يعني مؤهل، هنعمل كام فانكشن؟ هنعمل حوالي 5 اللي هم ايه اللي هم عندي ابند تمام. دي الفانكشنز اللي احنا يعني شفنا زيها في الكلاسز اللي فاتت، اللي هو مثلا ابند وانسيرت ات وديليت ات، دي شفناهم في الفيكتور تمام. ولان اللينكد ليست يعني ما بتس يعني بتسمح ان انا ادخل وخرج من اي مكان، ما مش مرتبط مثلا ان انا ادخل وخرج من الاخر بس زي الستاك، او ان انا ادخل من الاخر واخرج من الاول زي الكيو، مفيش الكلام ده. اسمه ده ان انا ادخل وخرج من اي مكان، فانا يبقى عندي ابند وانسيرت ات وديليت ات، ممكن يبقى عندي لينكس برضو اللي هو لينكس اللينك ليست بتاعتي، ده بكل بساطه هيريتيرن سايز زي ما كنا بنعمل المرات اللي فاتت. هيبقى عندي فانكشن ديسبلاي تمام، ممكن نعمل فانكشن ات مننا لنفسنا كده فانكشن ات، لان على عكس الكلاسز اللي فاتت تمام، اللينكد ليست زي ما قلنا بتسمح ان انا اكسس اليمنت في اي مكان تمام، وما فيهاش السكوير علامه السكوير براكتس لانها مش اري، فاحنا الات دي ممكن نعمل بتاعها تمام. فانكشن ديسبلاي، وفي فانكشن كمان مذكوره في اللابات اسمها موف نود، هنشوف دي عباره عن ايه لما نوصل لها. موف نود تمام، دي كده الفانكشنز اللي عندنا، عشان ايه نرجع لهم كل فتره كده نشوف احنا عملنا منهم ايه وما عملناش منهم. يلا كده بسم الله، يلا بسم الله. نيو بيج، انا معايا دلوقتي فانكشن الايه الابند اهي، ادي الابند. يعني ايه ابند؟ يعني انا معايا لينكد ليست بالمنظر ده تمام اهي، ده بيشاور على ده وده بيشاور على ايه على نل تمام. انا عايز احولها تبقى بالمنظر ده، انا عايز احولها ان انا يبقى معايا نفس الاولانيه دي تمام بتشاور على نفس الثانيه دي تمام، يعني مثلا في اللفظين دي واحد ودي اتنين، ادي نفس الواحد ودي نفس الاتنين. انا عايزها بقى تشاور على واحده كمان فيها مثلا قيمه 7، والسبعه دي هي اللي بعدها ايه نل تمام. تمام فده كده الابند. الابند دي حاله من حالات الابند، لان الابند عندنا حالتين. ايه هما الحالتين؟ ادي حاله اللي انت شفتها قدامك دي، ان انا معايا ادي هيد اهو، هيد محطوط في مكانه عادي جدا، وادي هنا ايه تيل محطوط في مكانه عادي جدا برضو، بقى الهيد اهو تمام لسه في الاول، والتيل اتحرك بقى في الاخر تمام عادي جدا برضو. فدي حاله من حالات الابند زي ما قلنا. في حاله تانية ان انا معايا لينكد ليست فاضيه، عايز ابند في لينكد ليست فاضي، ادي الهيد وادي التيل تمام. عايز ابند يعني هي كانت بالمنظر ده، هتبقى بالمنظر ده دلوقتي، هيبقى بالمنظر ده ان انا عندي ايه لينكد ليست فيها اليمنت واحد، عملت ابند مره ففيها اليمنت واحد. طيب اليمنت واحد ده الهيد بيبقى على اول عنصر في اللينكد ليست، فين اول عنصر في اللينكد ليست؟ اهو، فيبقى ده الهيد تمام. طيب والتيل بيبقى على اخر عنصر في اللينكد ليست، هي اللينكد ليست فيها عنصر واحد اصلا، فين اخر عنصر؟ هو اول عنصر، فيبقى ده كمان الايه التيل تمام. دول كده حالتين الابند اللي عندنا تمام. تعال نمسك دي مبدئيا. احنا بما ان احنا قلنا اننا عندنا حالتين، لازم نعمل ايه؟ لازم نقول له اف ستيتمنت. اف ايه؟ اف ان انا عايز ادخل في اول مكان
قصدي مش ادخل في اول مكان سوري، ان انا ابند على لينكد ليست فاضيه او ابند على لينكد ليست فيها حاجات، فاعرف ان هي فاضيه ولا مش فاضيه باستخدام السايز. هنا في الحاله دي لو تلاحظ السايز كان كام قبل ما ابند؟ السايز كان 2. طب هنا السايز كان 0، فانا اقول له اف السايز، اف السايز بتاعي انا كده بالسايز غلط ما علينا، بي ايكوال 2. لو انا شغال على سايز سوري، لو انا شغال على سايز 0، لو سايز بتاعي 0 يعني اللينك ليست بتاعتي فاضيه، هعمل شويه حاجات else، هعمل شويه حاجات تانيه. تمام، تعال نشوف كده انا هعمل ايه لو اللينك ليست بتاعتي فاضيه. تمام، لو اللينك ليست بتاعتي فاضيه انا عارف ان الهيد والتيل هما اصلا بايه بنل، فانا بكل بساطه هقول لهم شاوروا على الايه على البتاعه الجديده، والبتاعه الجديده دي اصلا هي كده كده ليها نيكست بنل. تمام، فانا هعمل ايه، هقول له شايف الهيد خليه بيساوي النيو نود. تمام، اخليه بيساوي الاي نيو نود، هنسميها مثلا هنسميها ان. تمام، والتيل هيساوي ان برضو. تمام، بس كده هو ايه، ونروح مزودين السايز بواحد بما ان احنا دخلنا ايه نيو نود. تمام، في دلوقتي كام حاجه كده وعين مننا اللي هم ايه، ايه ان دي، ان دي نيو نود، نيو نود ليها قيمه. تمام، فانا بالتالي بما ان نيو نود دي ليها قيمه يبقى لازم ابند دي بتاخد فاليو عشان اديها ايه للنيو نود. تمام، وبانها بتاخد فاليو نيو نود يبقى انا لازم اجي هنا وكاريت نيو نود، اقول له هنا انا عندي نود بوينتر هسميه ان بيكوال نيو نيو نود بالفاليو اللي انا ايه خدتها من الفانكشن دي. تمام، فانا كده كاريت النيو نود بتاعتي، بعدين سالته هل السايز عندك زيرو انت فاضي؟ قال لي اه انا فاضي تمام مفيش اي حاجه. فقلت له ماشي، يبقى خلي الهيد بتاعك بالنود الجديده والتيل بتاعك بالنود الجديده، وهي كده كده اخرها ايه نل. يبقى احنا كده خلصنا كيس، خلصنا كيس منه. تمام، تمام، نيجي نشوف الكيس الثانيه اللي هي ان السايز مش ايه مش بزيرو، فنيجي نقول له كده ايه else. else هيعمل ايه؟ else بكل بساطه انا عايز ادخل ايه الفاليو بتاعتي او النوت الجديده بتاعتي في الاخر، اعملها append بزودها في الاخر خالص. فانا ايه اللي ماسك الاخر عندي اصلا؟ اللي ماسك الاخر عندي التيل اهو، فانا ممكن اقول له شايف التيل ده دلوقتي، ده كان التيل القديم، التيل القديم كان هنا، انا عايز اقول له بعد التيل القديم حط لي نيو نود وخليها لي التيل. تمام، ده التيل بعد التيل القديم عباره عن ايه؟ تيل دوت نيكست. فانا عايز اقول له ان تيل دوت نيكست هو الايه بقى النيو نود بتاعت اللي هي الان بكل بساطه. فدلوقتي بقى عندي التيل اهو، النيو نود اهي، وبعدها نل عادي جدا. تمام، انا دلوقتي بس فاضل خطوه واحده ان انا احرك التيل ده تكه لقدام. طب دي مين دلوقتي؟ دي بالنسبه للتيل القديم هي تيل دوت نيكست، فانا ممكن اقول له ان تيل انا عايزها تبقى تيل، فانا اقول له ان تيل هيساوي تيل دوت نيكست. يعني ايه؟ يعني شايف انا دلوقتي انا اهو والنيكست بتاعي اهو، فانا عايز ده يبقى هو ده، فانا كاني بجيب ده كده بحرك ده خطوه لقدام. تمام، لما تشوف الخطوه دي في اي مكان اللي هي مثلا اكس ايكوال اكس دوت نيكست عشان دي هنشوفها كتير قدام، دي معناه ان انا بمشي خطوه لقدام في الايه في اللينكد ليست بتاعتي. تمام، ان انا بعمل خطوه لقدام كده، واخد بالك؟ تمام، فدي فكره ان انا عامل ايه ابند اهو. بنشوف السايز، لو انا اللينك ليست عندي فاضيه خالص بقول له الهيد والتيل بقوا بيساوي ايه النود الجديده. طب لو انا اللينك ليست عندي فيها حاجات بقول له يا سيدي شايف التيل، التيل ده ماسك اخر واحده خالص صح، بقول له خلي لي اللي بعد التيل القديم خليها لي الايه النيو نود دي، بعدين خلي لي التيل الجديد هو اللي بعد التيل القديم اللي هو نيو نود اصلا. تمام، خليه لي هو التيل، مظبوط ولا مش مظبوط؟ وفي الاخر بنزود ايه، بنزود واحد، وادي كده خطوه ان احنا بنكريت نود جديده. ممكن حد ممكن يسال احنا ليه بنعملها بوينتر، هقول لك لان اللينكد ليست اصلا عباره عن بوينترز، يعني ايه بيشاوروا على بعض، يعني دي بوينتر على دي على دي على دي على دي، يعني الهيد ده اصلا ده مش حاجه، ده مش حاجه موجوده، ده مش فيش حاجه متخزنه في الميموري اسمها هيد، لا ده الهيد ده بوينتر بيشاور على اول نود، بحيث ان انا لما اوصل للهيد ده في اي وقت يعني اعرف اجيب منه اول نود مهما كان مكانها فين، هو عارف مكان اول نود. تمام، هي دي الفكره. فالفكره ان اللينكد ليست كلها بوينترز سامعين في بعض. اوكي، ادي كده اول فانكشن اللي اسمها ايه ابند. طيب 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 احنا كده عملنا الايه، عملنا الابند، عظيم جدا. تعال نشوف الانسيرت اد. تمام، تمام، يلا بينا كده، يلا الانسيرت اد. انا لو معايا لينكد ليست، تمام، لينكد ليست عامله كده، ادي النال لاين وادي الهيد وادي الايه التيل. تمام، انا لو معايا اللينكد ليست بالمنظر ده
انا عندي ثلاث اماكن اقدر انسرت فيهم، يعني ثلاث اماكن عموما اجمالا. يعني انا ممكن انسرت حاجه في الاول، تمام، ممكن انسرت حاجه هنا في الاول، ممكن انسرت حاجه في الاخر، ممكن انسرت حاجه في النص. النص ده يا اما هنا يا اما هنا، تمام. فاهو يا اما حاجه هنا يا حاجه هنا يا حاجه هنا، تمام. انسرت حاجه في الاخر دي هندلناها ان هي الابند، تمام، فمش محتاجين نهندلها في حته الانسرتات. فاحنا في الانسرتات بنهندل حاجتين، بنهندل ان لو انا عايز انسرت في الاول او انسرت في النص، تمام. فانكشن انسرت ات بشكلها عامل ازاي؟ بتبقى عامله كده، انسرت ات. بما انها انسرت ات فانا لازم اعرف حاجتين، لازم اعرف هانسرت ايه وهانسرت ات فين، صح؟ فانا بقول له انسرت ات المكان الفلاني اللي هو الانت بوزيشن اللي انا هانسرت فيه، انسرت لي الايه؟ انسرت لي الفاليو دي. هو طبعا مش هيقول لي انسرت نود، لا هو هيقول لي انسرت الفاليو كذا، تمام؟ فده بشكل انسرت ات. طبعا انا مبدئيا لازم ايه؟ لازم اعرف انا هانسرت فين في الاول ولا هانسرت في النص، تمام. بس قبل ما اعرف الحاجات دي كلها لازم اتاكد اصلا ان المكان اللي هو بينسرت فيه ده موجود معايا اصلا في اللينك ليست. فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اقول له اتاكد اسرت كده ان البوزيشن بتاعي اكبر من او يساوي الزيرو، يعني هو في مكان يعني بادي من الزيرو مثلا مش بالنيجاتيف، اند ان هو ايه، ان البوزيشن اللي هو مدخله لي ده اصغر من السايز، اصغر من سايز الليست. يعني لو هو بيدخل مكان اكبر من سايز الليست اقول له لا ما ينفعش، ما ينفعش تدخل في سايز اكبر من سايز الليست، مش عارف ادخله له بكل بساطه يعني، تمام. بعد ما اعمل الاسيرت الجميله دي نكمل بقى. فاحنا هيبقى عندنا حالتين، ادي الحالتين اهو، هنساله سؤال اف انت عايز تدخل في الاول ولا تدخل في حاجه تانيه. اعرف منين ان هو عايز يدخل في الاول؟ ان هو لو عايز يدخل في الاول هيبقى بينسرت ات بوزيشن 0، فاقول له لو بوزيشن بيكوال الزيرو يبقى كده هيحصل ايه؟ هيحصل كلام معين. طيب لو مكان تاني هيحصل كلام تاني. طيب تعال نشوف كده، تعال نرسمها على جنب كده. ادي يا سيدي الهيد بتاعي اهو، تمام، وادي يا سيدي ايه واحده تانيه اهو، وشويه ايه نودز تانيين، وادي الهيد، تمام. انا لما اجي عايز انسرت في الاول هعمل ايه؟ هجيب نود جديده اهي، تمام، هجيب نود جديده، معناه ان انا محتاج اعمل ايه؟ نيو نود، اقول له نود بوينتر هنسميها ان برضو ايكوال نيو نود بالايه؟ بالفاليو اللي هو مدياني، تمام، عظيم جدا. دي خطوة عملناها وخلصنا منها. دلوقتي أنا عملت نيو نود، أنا عايز النيو نود دي تبقى في الأول. يعني إيه تبقى في الأول؟ يعني تتحط كده وتشاور هي على أول نود في اللينكد ليست وتبقى هي الهيد، صح الكلام ده ولا مش صح؟ عظيم جدا، أوكي. فبما إنها تتحط أول نود وتشاور على الهيد، فأنا ممكن أقول له إن الإن دوت نيكست يعني اللي هي هتشاور عليه او اللي هيكون بعدها هيساوي الايه؟ الهيد القديم بالمنظر ده كده. طيب وانا عايزها هي تبقى الهيد، فانا اقول له ايه؟ الهيد هيساوي ايه؟ ان. بس كده، ده اللي بيحصل لو انا بحاول ايه؟ لو انا بحاول انسرت في اول الايه؟ اللينكد ليست ده، ان انا بقول له ان اللي هيجي بعديه هو الهيد القديم، تمام، عشان يبقى بالمنظر ده كده، عشان احطها واخلي السهم ده بيشاور صح كده على الهيد القديم، تمام. بعد كده اقول له شايف الهيد ما بقاش ايه دي، لا بقى ان، دي اسمها ان، فبقى الهيد هنا كده بالمنظر ده، تمام. ده لو انا بانسرت فين؟ في الاول. طيب نشوف الحاله الثانيه. الحاله الثانيه تبقى عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن ان انا عندي ادي هنا ايه لينكد ليست معينه هيبقى فيها شويه نودز، تمام، هنرسمها من اول الهيد عشان نشرح ايه شويه حاجات عليها، تمام. ادي يا سيدي الهيد بتاعي، تمام، وادي مكان اهو، وادي اهو، تعال نرسم كمان نود، تمام، وكمان نود، وادي النل بتاعتي اللي في الاخر، تمام، وادي يا سيدي الايه التيل، تمام. انا دلوقتي يا سيدي الفاضل طقت في دماغي ان انا عايز ازود نود فين؟ عايز ازود نود اهو هنا كده، عايز ازود نود بحيث ان تبقى النود دي كده. طبعا احنا قلنا مش لازم يبقوا ورا بعض، فيعني انا بس برسمهم ورا بعض فور سمبلستي، لكن هو مش لازم يبقوا ورا بعض، تمام. انا عايز احط نود كده بحيث ان دي تبقى هنا بتشاور كده ودي بتشاور كده، تمام، وده طبعا ايه يتلغي، تمام. احنا حليناها اهو، احنا قلنا عايزين دي تشاور هنا ودي تشاور هنا وده يتلغي. هنعملهم ازاي؟ تعال نشوف كده. نقطع هنا عشان احنا كده خلصنا ايه بوزيشن 0. طب تعال نشوف لو احنا بننسرت ات اني اذر بوزيشن هنعملها ازاي. احنا عشان نعمل الحركه دي محتاجين نعمل ايه؟ شايفين دي؟ احنا محتاجين النود الجديده، محتاجين ان النيو نود، تمام، محتاجين ان النيو نود او اللي هي الان سميناها ان صح دوت نيكست يساوي ايه؟ محتاجين
محتاجين نيو نود دوت نيكست يساوي اللي النود القديمه دي دوت نيكست، تمام؟ فدي هتساوي النود الجديده دي هنسميها مثلا تمب، نسميها تمب دوت نيكست. اوكي خليها تمب دلوقتي، تمب يعني تمبوراري، حاجه تمبوراري كده بنستعملها. اوكي ومحتاجين ان النود دي اللي انا هسميها تمب النيكست بتاعها بيساوي نود الايه الجديده. تمام، انا السطر ده ممكن اكتبه هنا ان temp dot next بيساوي الايه النود الجديده، او ممكن اكتبه هنا temp dot next بيساوي النود الجديده. اكتبه قبل ده ولا بعد ده؟ تمام، اكتبه قبل ولا بعد؟ احنا بنكتبه بعديه. ليه بنكتبه بعديه؟ لان احنا لو كتبناه قبليه البوينتر ده بيروح. تخيلها كده معايا، بص بص تخيلها كده معايا، ان انا معايا دلوقتي ادي النود اهي، تمام، وادي النود اللي احنا عايزين نوصلها اهي، وادي النود الجديده اللي عايزه تدخل اهي، تمام، دي عايزين ندخلها كده. امسح بس اخر سطر. تمام، لو انا حركت ده الاول، تمام، فكده ده اتلغى. فلما اجي اقول له انا عايز دي بتشاور هنا، فهو هيعرف يجيب دي منين؟ دي كده تاهت، مفيش حاجه مربوطه بيها من ورا، فهي كده تايهه عايمه في الميموري، ما حدش عارف لها اي طريق. تمام، لكن لو جينا نعمل كده ايه، نرجع اللي احنا عملناه، لو جينا قلنا له ان دي بتشاور دي، اقدر اعمل كده بكل سهوله، لان انا عارف دي فين. دي بتشاور عليها دي، اللي هي بتشاور عليها اللي قبلها، اللي بتشاور عليها قبلها، اللي بتشاور عليها الهيد، اللي انا عارف هو فين. صح صح تمام، ركز في الحركه دي عشان دي اللي هنعملها بايدينا فعلا. تمام، وبكل بساطه اقدر اقول له دي برده انا عارف هي فين، لان بيشاور عليها اللي قبلها، واللي بيشاور عليها قبلها، وبيشاور عليها الهيد، اقدر اجيبها كده اقول له دي بتشاور هنا. تمام، وبكده نكون ايه ده تشاين. فاحنا عشان كده بنعمل الحركه اللي بعد دي، اللي هي ايه، اللي هي نقول له temp dot next بتساوي ان، نعملها تحتها. تمام تمام طيب، طب ايه temp دي؟ temp دي نود جديده انا عاملها عشان اعرف امشي بيها على الايه، على اللينكد ليست. هتقول لي يعني ايه امشي بيها على اللينكد ليست؟ هقول لك دلوقتي، انا دلوقتي عايز اوصل للنود دي عشان اعمل فيها الحركه اللي احنا عملناها دي. تمام، همشي هوصل لها ازاي؟ هجيبها من اللي قبلها. طب واللي قبلها فين؟ في اللي قبلها. طب واللي قبلها هجيبها منين؟ من اللي قبلها. طب واللي قبلها دي منين؟ دي الهيد. فانا باجي على جنب كده قبل الكلام ده كله، بقول له كده ايه، بقول له نيو نود، او اقول له نود كده بوينتر كده، هسميها تمب. تمب دي مش هخليها بقى تساوي نيو نود، لا انا عايزها تبدا من حاجه انا عارفها، عايزها تبدا من الهيد، هقول له بتساوي الهيد. تمام، السطر ده بيتحط هنا كده جنب تعريف النود الجديده. تمام تمام، فده موجود هنا. طب دلوقتي انا عايزه يتحرك على اللي بعده، عايز يتحرك على اللي بعده، فبكل بساطه هقول له هنا ايه، temp equal temp dot next. قلت لكم ركزوا في الحركه دي عشان هنعملها كتير. فهو temp بيساوي temp dot next، فكده هيجي هنا على اللي بعده، وبعدين يجي على اللي بعده، وبعدين يجي على اللي بعده. هيوقف امتى؟ هيوقف لما يوصل قبل البوزيشن اللي انا عايز احط فيه بواحد. لان مثلا في النفترض ان انا مثلا انا عايز ادخل عند بوزيشن إيه 5، عايز دي تبقى نمره 5 لو احنا بنعد من 1، او 4 لو احنا بنعد من 0. تمام، فدي كده 0 1 2 3 4، فانا عايز دي تبقى بوزيشن 4. صح، فدي تبقى بوزيشن 4، يبقى انا عايز اقف عند النود نمره 3. فهو هيمشي من اول الهيد لحد ايه، نمره 3، يعني يمشي من الزيرو لغايه ال 3، يعني هيعمل فور لوب. يعني انا حاجه كده اقول له انا عايز اعمل فور لوب من امتى؟ من اول ال i equal ال 0 لحد i اصغر من ال 4. تمام؟ i اصغر من ال 4 minus 1 عشان تقف عند ايه؟ عند ال 3، عشان تبقى اخر قيمه تاخدها هي ال 3. تمام؟ طيب يعني هتتحرك 3 او 4 نطات، الاربع نطات اللي هتعملهم دول هتتحرك، سوري هتتحرك 3 نطات بس. الثلاث نطات اللي هتحركهم هتعمل فيهم ايه؟ كل مره هتحرك التمب بواحد، هتحرك التمب بواحد، هتحرك التمب بواحد، تمام؟ وهتحرك دول معاها، بس دول تاثيرهم مش هيبان غير لما نبقى في اخر خطوه. تمام؟ فما تركزش معاهم دلوقتي، ركز ان احنا كل مره او كل خطوه في الفور لوب بنعمل ايه؟ بنحرك التمب بواحد. انا كده بيبقى معايا فور لوب مجرد انها بتعمل ايه؟ انها بتنطط لي التمب ده لحد ما يوصل للمكان المظبوط بتاعه، لما يوصل للمكان المظبوط بتاعه بنعمل ايه؟ بنطلع من الفور لوب، مش لازم حتى نحط اللي تحت ده في الفور لوب. بنطلع منها وبنعمل بقى بقيه الحركات دي، بنعمل ايه؟ نقول له شايف يا سيدي النود الجديده اللي انت عملتها، خليه النكست بتاعها بيساوي نكست التمب دي، التمب دي اللي انا واقف عليها دلوقتي. اهي التمب اهي. خليه النكست بتاع الان دي بيساوي النكست بتاع التمب، فكده عملنا الايه؟ عملنا ده كده اولا اهو، ده كده نمره واحد. تمام؟ بعد كده اعمل لي الحركة دي، اعمل لي نمرة 2 ده، ان temp dot next بيساوي ان، ادي نمرة 2. تمام، فبالتالي بقى ده منظر ان ايه اللينكد ليست عندي. اوكي اوكي طبعا مش احنا خلصنا كل الكلام ده، نعمل ايه، نزود السايز بواحد. انا ليه بكتب السايز غلط؟ نزود السايز بايه، بواحد بلس بلس، بس كده. دي فكرة الايه،
الانسيرت ات. كده نقدر نعمل انسيرت ات جوه اللينك ليست. تمام، انا هوقف الفيديو هنا عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، عشان يعني تتفرجوا عليه براحتكم يعني. هنزل الباقي في جزء تاني هيبقى اسمه فانكشنز 2 غالبا يعني، عشان بس ما اطولش عليكم، الفيديو اوريدي واصل نص ساعه. فبس كده، اتمنى تكونوا فهمتوا الاثنين فانكشنز اللي احنا شرحناهم لحد دلوقتي، وايه واتمنى انكم تشوفوا الفيديو اللي بعده على طول عشان ايه تفهموا تسعوا الفانكشنز كلها مره واحده. السلام عليكم.